لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني الله يتقبل الخطوات ويعفو عنا وعنكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم وعن ولادكم. وبنكمل اللقاء الأسبوعي بتاعنا، وأنا الحقيقة عايز أبدأ اللقاء النهاردة يعني بمشاعر العمرة. أنا مسافر بكرة العمرة إن شاء الله، فطالع بكرة على المدينة إن شاء الله بعون الله بكرة الصبح إلى المدينة، والمفروض أنا كنت طالع النهاردة بس قلنا لا يعني نأجل علشان نحضر هذا اللقاء الجميل اللي الواحد بيستناه من أسبوع لأسبوع. بيحس كده الواحد إن هو قاعد في واحة كلها خير وكلها نماء وكلها إيمان وكلها رحمة وكلها سكينة وكلها عفو من الله سبحانه وتعالى. فأنا الحقيقة أنا كل مرة كده ببدأ بمقدمة إيمانية، فأنا النهاردة المقدمة هاخدكم وأروح العمرة، يعني تكون دي بداية اللقاء النهاردة. تعالوا نروح العمرة. حد هنا اعتمر قبل كده؟ مين اللي اعتمره قبل كده؟ طب خلاص يعني ما طب مين اللي ما اعتمرش قبل كده؟ مين اللي ما راحش مكة؟ إزاي يعني؟ ما هم طيب اخوانا، صوت في ودن الواحد مش النهاردة بالذات، بس ليلة العمرة دي لها طعم. وقال الحقيقة بشوقكم بنية ان الله سبحانه وتعالى ما بيرجعش العبادة، والله عظيم صدقني، والله يا اخوانا ربنا ما بيرجعش العبادة امنية، ممكن تتأخر يعني، ولو نقح عليه قوي قوي يعني يخلصها له على طول. فانا الحقيقه نائح علي العمره، فعايزها كده ايه، على قد ما الامنيه تزيد جواك على قد ما هتبص تلاقي نفسك ان شاء الله رزقت بيها وتلاقي نفسك طالع العمره قريبا ان شاء الله. فانا في صوت في ودني مالي ودني وبيهز مشاعري، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. صوت نشيد الحجيج والمريض تخيل الافات وهي رايحه، تخيل اتوبيس معتمرين واحنا كلنا بلبس الاحرام، فاكر لبيك اللهم لبيك انا جاي يا رب، ما هي لبيك اللهم لبيك معناها ايه؟ انا جاي أنا جاي يا رب. تخيل هتقولها كم مرة؟ أنا جاي. وكل ما الطريق يقرب وتخيل الشوق اللي في قلبك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا جاي لك أنت لوحدك، أنا لا جاي لفلوس ولا الدنيا ولا الشهوة ولا المنصب، أنا جاي بلبسي الغلبان دون، جاي من غير لا بدل ولا كرافطة، أنا جاي بلبسي البسيط ده، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه؟ علشان إن الحمد والنعمة لك والملك. عشان كده هقول لك تاني لا شريك لك لبيك. يلا بقى اقعد قولها وعدها ورددها، وتخيل طول ما انت عامل بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، انت بتقول وكل حجر وكل شجر وكل حبة رمل سمعتك هتشهد لك يوم القيامة. ولو مت على حالك ده الناس يوم القيامة تيجي مرعوبة وانت جاي ملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أشيد الحجيج، حد مشتاق يبقى دلوقتي لابس كده، بكرة يبقى لابس لبس الإحرام ويبقى في وسط ألف شاب وهم كلهم في صوت واحد لغاية مدموعهم تجري وأصواتهم تبح وإخلاصهم ينقو، لأنه عمال يقول له لا شريك لك لا شريك لك لاش، أنا جاي لك لوحدك 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 لوحدك. على رأي أحد التابعين يقول لك لو كان ما زال هناك شركا لاضمحل، كان زمانه خرج من كتر ما عمال يقولها عمال يقولها. وفي الحج ينزل جبريل ويقول له يا محمد مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكبير، أنتم موطيين صوتكم ليه؟ علي الصوت كده. فبيقول لك فلا يصلون
فبيقول لك يوصلوا وقد بحت أصواتهم. فتخيل، وتخيل بقى عمال تقول تقول لغاية ما شفت الكعبة قدامك، بيت الله. تخيل عراقة وعظم هذا المكان، شايف سيدنا إبراهيم وهو بيبني، شايف البعد الحضاري. مش احنا بنقول هنا بناء إنسان النهضة والحضارة؟ شايف البعد الحضاري لينا جاي من أيام إبراهيم. قد إيه سيدنا عمر أنت شايف فكرة الحضارة دي؟ يا رسول الله أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ مش المفروض نصلي في الحتة دي؟ ليه؟ ليخلد عبر التاريخ صلتنا بإبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إيه الرؤية دي يا عمر؟ إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم مؤسس الأول للحضارة في مركز الكون مكة. أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فيبقى ارتبطنا بالبعد الحضاري الإبراهيمي. برنامج رمضان بتاع السنة دي اسمه عمر صانع حضارة. فشوف اللقطة، شوف اللقطة بتاعت عمر. فتخيل بقى حطوف بالبيت، بقى لك كم سنة مروحتش؟ كم واحد اعتمر عمرة واحدة بس في حياته؟ ارفع ايده. طب كم واحد اتنين؟ طب كم واحد راح في مدة أقل من سنة؟ يعني الباقي كله أكتر من سنة؟ طبعا احنا مش شايفين الستات، بس أنا متأكد إن هم كمان بيرفعوا إيديهم. فتخيل بقى حطوه بالكعبة تاني. وبعدين أنت لو جيت هناك تاني بيحبك. ما هي دعوة، طالما بيدعوك المرة بعد المرة يبقى أنت غالي. يبقى أنت ما بدلتش، لأنك لو كنت بدلت وحشيت قوي ما يجيبكش تاني، ما تستاهلش. أو لو كنت مستغني ما يجيبكش تاني، تروحوا تاني إن شاء الله. فتخيل بقى أنت بتطوف حوالين الكعبة والملائكة بتطوف حوالين البيت المعمور. فوق الكعبة بالملي بالملي، فوق في السماء السابعة، إحنا تحت والملائكة فوق. يا نهار أبيض على المكان المقدس الطاهر النقي، أنقى وأقدس مكان في العالم. أنت بتطوف تحت والملائكة بتطوف فوق، وفوق البيت المعمور عرش الرحمن. تخيل إيه فوق إيه فوق إيه. تخيل يعني لو بصيت كده من هناك وامتد بك البصر وفتحت لك أبواب السماوات، تشوف البيت المعمور وتشوف فوقيه عرش الرحمن. وعلى قد ما تتقي ربنا وانت بتطوف وتخشع، تكون عند الله اغلى من الملائكه، لان انت مصدر التكليف. فيا ترى بقى في اللي بيطوفوا دول، يا ترى كم واحد هيطوف؟ 5000، 7000، 10000، 100000؟ يا ترى ليه ما تكونش انت اخشع واحد؟ ليه ما تكونش وانت بتطوف دلوقتي اقرب واحد لربنا؟ على قد ما تتذلل وانت بتطوف على قد ما تقرب. طفت ودعيت، ما تنساش بعد ما تطوف تجري على باب الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود وتلزق بطنك. انت اكيد مكان النبي، لان هو المكان ما ياخدش غير حجرتين، يعني بني ادمين. هو الناس بتقف على باب الكعبة؟ لا لا لا، الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود، والنبي كان يحط بطنه ويلزق خده اليمين ويرفع ايديه لفوق، مش كده؟ لغاية ما يظهر بياض ابطيه. فسمي الملتزم لأن النبي التزمه، وسمي الملتزم لأن الله التزم فيه إجابة الدعاء. ادعي بقى، ادعي بقى واجأر إلى الله وصرخ من جواك يا رب، وقول بقى كل ما تتمنى. وبعدين صلي ركعتين وقام ورا مقام إبراهيم، وبعدين اشرب كده الكوبايتين دول زمزم. وانت بتشرب خد نية زمزم دي ما شوي بلا، يعني مثلا نية الإخلاص. يا رب كل نقطة مية تدخل على خلية تملاها إخلاص. الشافعي كان بيشربه بنية تعلم العلم، وعمر بن الخطاب كان بيشربه بنية ألا يعطش يوم القيامة. يا ترى انت هتشربه؟ ويا ما ناس شربته بنية الشفاء وشفيت. وفي ناس أعرفها قالوا لي شربناه بنية الخلفة وخلفنا.
زمزم ليه ما شوي بلا. اشرب بقى وركز. عمرك شربت كوبايه ميه وانت مركز؟ زمزم بس هي اللي تشربها وانت مركز عايز ايه؟ ها قبل ما تدلق، ها عايز ايه؟ يا رب كذا، وياخد بق وكمان كذا. السعاده اجعل النهضه على ايدينا ويشرب. وبعدين روح بقى على الصفا والمروه واستمتع، استمتع وانت رايح جاي. الناس كلها تعبانه ومتضايقه وزهقت، والاحرام بدا يفك منها، والستات خلاص وشهم احمر ورجليهم وجعتهم، بس في واحد مبسوط قوي، اللي فاهم هو بيعمل ايه، اللي فاهم ان هو كانه بيتردد على باب الملك زي اللي بيتردد على باب امه ويخبط، ها سامحتيني، وبعدين يرجع تاني، وبعدين يروح يخبط تاني خلاص، وبعدين يرجع تاني، وبعدين يروح تاني. فعمال يخبط على باب الملك ويروح ويرجع ويروح، ولهفته نفس لهفة هاجر. عرف يجيب نفس درجة اللهفة على ابنها، عرف يجيبها مع ربه. يا بخته، ده اهو، ده اهو، ده استمتع بالصفا والمروة ما تضايقش. وبعدين عنده شوية دعوات قد كده بقى، ففرحان بطول الطريق، فمخلي كل شطل دعوة، وكل ما يجي عند المكان بتاع هاجر يدعي بحرقة هاجر. أتاري، أتاري البعد الحضاري مش للرجالة بس، للستات كمان. أتاري اجروا هنا. طب ليه نجري هنا يعني؟ يعني ليه أجري؟ والمكان مهم قوي، متعلم من النيون الأخضر للنيون الأخضر، الحتة دي جري ليه يعني؟ افتكروا أمكم، افتكر أمك هاجر، وافتكر ان انتوا أم عريقة، وان حضرتكوا آلاف السنين، وان الموضوع مش موضوع صلاة وصوم بس، ده بيغرس جواك انت عريق. انت متخيل العمرة بتعمل ايه؟ شوفوا علاقة، مش احنا هدف اللقاء الاسبوعي ده بناء انسان النهضة، يعني فكرة الحضارة والتنمية والاصلاح والنهضة. تخيل ان العمرة اللي انت شايفها عبادة محضة هي عملية البناء ده. انت عريق، انت من قدم التاريخ. صلي مكان ابراهيم، واجري مكان هاجر، واحفظ مكانها هنا، هي الحته دي بالظبط. عايز تبص لها من البعد الايماني، يا ريت لو جبت وانت بتدعي حرقه هاجر على ابنها. شكلك كده اجابتك دعوتك هتستجاب زي ما الميه طلعت من اجلها. ولو عايز تبص لها من البعد الحضاري، انا عريق، انا ابن ام عريقه، انا مش جدري خفيف في الارض تشده كده يتقلع، ده انا جدري، الجدر بتاعي هاجر واسماعيل وزمزم وابراهيم وبناء الكعبه. عظيم عمر الحقيقه، عظيم، فهمها، فهم المعنى ده بدري قوي. يا رسول الله، افلا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى؟ فتنزل الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، من موافقات عمر بن الخطاب. حد عايز يروح؟ يعني حد يعني مشتاق كده عايز اطلع؟ دي كانت المقدمه. يا رب يا رب يرزقنا بعمره وتكون قريبه، ما يا رب ما تمر علينا السنه اللي جايه الا وكل من معنا في المسجد او سمعنا الان يمن الله عليه بعمره. بعيد عن الله، عزيزه على الله، صعبه على الله، وكل واحد ونواياه، وبكره تفتكر. طيب ندخل في اللقاء بتاعنا، بناء انسان النهضه. لو جه الانسان ده، لو جه الانسان ده خلص الموضوع. بصوا يا اخوانا، تقعد تبني افكار من هنا للسنه الجايه ومفيش الخامه دي مش موجوده، لكن لو الخامه اتوجدت والافكار مش موجوده، الخامه هي اللي هتطلع الافكار. يعني انت اهم حاجه في نهضه امه، بذمتك مش صعبان عليك الجهد اللي بذله إبراهيم وهاجر وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب لإقامة حضارة عريقة وقعت الآن، وبقينا متمكيجين زي البلياتشو بحضارات أخرى؟ ما احنا قيمنا في حتة والحضارات الأخرى لها قيمها. أنا مش بشتم الحضارات الأخرى، بس هي متركبة عليهم، عليهم هم شكلهم كده، ويا سيدي ده الموديل بتاعهم.
لكن انا اشلفط وشي زي البلياتشو علشان انا مش عايز اعمل حضارتي وعالى على حضارات اخرى ومش عايز اشتغل وانتج واقيم حضاره وقفت ادي تديني. ما انت حتى وانت متدين بلياتشو برضه لانك حاطط ماسكات تانيه، ده مش انت، لانك هتعيش جوه سيستم، في سيستم للبنوك وفي سيستم للاقتصاد وفي سيستم للعلاقات الاجتماعيه وفي حضاره فرضه سيطرتها الاعلاميه وفي حضاره فرضه منتجاتها وطريقه لبسها وماركتها. يعني عايز تتخانق اتخانق، بس في الاخر الحقائق مش هتتغير بالخناق. علي صوتك وزعق وقول انا ارفض، ماشي، بس انت في الاخر جزء، لانك ما عملتش الموديل بتاعك، مع ان الموديل بتاعك موجود، فضل بس زقه. اللي احنا بنعمله في اللقاء هنا، حد معاه قلم يا اخوانا؟ حد معاه قلم؟ شكرا يا حبيبي. بس الواحد ساعات بيقول كلام ما كانش كدبه فيسجله علشان ما ينساهوش. ونصيحة الناس يا اخوانا، الورق والقلم دي خطيرة والله العظيم. اللي معاه ورق وقلم ده ملك، ده عظيم، ده آفة العلم التدوين، آفة العلم النسيان. حلو ايه؟ التدوين. معلش انا سامحوني، يعني من وانا عندي 17 سنة عندي حوالي مثلا حتى الآن يعني 50 كراسة، دي ملخصات كتب. كل ما الاقي حاجه حلوه اكتبها، كل ما الاقي فكره حلوه اكتبها، كل ما احضر محاضره اكتبها. اللي في ايدي ده واحده منهم. كل اللي انا قلته في اللقاء المسجد مكتوب بالملي. لقاء المسجد 15/3، لقاء المسجد 8/3، لقاء المسجد 1/3، لقاء المسجد 23/2، لقاء، فاهمين يا اخوانا؟ حاجه تبص تلاقي نفسك بعد كده مجمع 1000 كتاب. ايه ده؟ كنوز، معاك كنوز. فالتدوين ندخل على بناء انسان النهضة. فبنقول ياه لو العدد اللي موجود ده رجالة وستات وبنات وشباب قرروا ان هم جزء من مشروع النهضة، وانه النهضة مش عبادة وبس، النهضة مش خناقة، النهضة بني آدم بينتج، بيشتغل، بيخترع نظام حياة. أمة تقوم على رجليها، هتقوم إن شاء الله بإذن الله. إحنا النهاردة إحنا قلنا بناء إنسان النهضة، البني آدم ده عشان تقومه محتاج 5 حاجات: محتاج إيمان، ومحتاج أخلاق، ومحتاج فكر، ومحتاج مهارات، أدوات في الحياة، ومحتاج إيه الخمسة؟ حركة. وكل مرة بنقعد عاملين إيه، ناخد حتة من فوق بناخد كل مرة 3 حاجات. فالمره اللي فاتت خدنا ايه؟ مهاره وفكر وخلق، صح؟ طب حد فاكر احنا خدنا كم مهاره لغايه دلوقتي؟ طب حد يفكرني بمهاره من المهارات اللي خدناها؟ الصبر. يا سلام. ايه تاني؟ الوقت. يا سلام، المحافظه على الوقت. واحد قال كيف تكسب قلوب الناس؟ الله، لا اتحرك، ده موضوع. بس المرونه. يا سلام، والله حاجه عظيمه جدا. احنا النهارده معانا مهاره برضو وحركة على الأرض وخلق، اسم من أسماء الله الحسنى، ونربطه بالأخلاق. فتعالوا نبدأ بالحركة، ما أنا كل مرة بقلب يعني. النهاردة هنبدأ بالحركة. الحركة عندنا مشروع وعايزينكم تساعدونا في المشروع، وعهد على كل واحد موجود هنا مش هيروح من هنا النهاردة إلا ما يكون له دور في هذا المشروع. وهنقول إيه الأدوار اللي في المشروع. إيه المشروع؟ إحنا كان عندنا حملة لمحو الأمية، صح؟ وفتحنا الفصول، وحاليا ابشركم لاول مره، كلام يعني كلام جامد، لاول مره على حسب علمي عشان بس لاول مره في تاريخ مصر الحديث يتجمع 50,000 ام يدخلوا الفصول في اسبوعين. انا ما اعرفش ان ده حصل قبل كده. طب اكيد اتجمع اعداد اكتر من كده، بس ان يجي 50,000 في اسبوعين يدخلوا الفصول، انا ما اعرفش ان دي حصلت قبل كده. فاحنا الاول مره جمعنا 50,000 امي دخلوا المدارس في اسبوعين. جميل، جميل الكلام. طيب الوضع الان ايه؟ شغالين بقى الفصول، شغاله. مين اللي شغالين؟ شباب صناع الحياه وغيرهم. فين الفصول؟ في 9 محافظات. مين اكتر محافظه جابت عدد من 50,000؟ سوهاج. طب ومين اللي بعديها؟ بني سويف. شايفين الصعيده؟
بجد الصعيدة اللي اتظلموا كتير. اللي بعديهم الشرقية، وانا شايف كانت ومن اجدع المحافظات اللي اشتغلت كانت المنيا. ف لان المنيا كان مضغوط عليها سنين طويله انها ما تطلعش اي شباب بيشتغل لاسباب سياسيه مش عايز ادخل فيها. فالمنيا الحقيقه حاجه انا فخور بصناع المنيا، والسويس والمنوفيه واسكندريه والقاهره. المشروع ده شغال ومنطلق ومتوكلين على الله فيه، بس لسه عندنا طاقات ولسه عندنا خبرات ولسه عندنا شباب ممكن يشتغل في حاجة تانية علشان نبقى شغالين حاجتين مع بعض. فاحنا قبل كده كنا اشتغلنا وشاطرين احنا فيها وعندنا خبرة فيها موضوع مواجهة المخدرات، حملة حماية، فاكرين الكف والتفاحة فاحنا هنبدأ أو بدأنا حملة جديدة بس بطريقة جديدة. الحملة اللي فاتت كنا عايزين نلزق ستيكرز في الحتت عشان الشباب كلهم يشوفوها ونعالج مدمنين. ولما خلصت الحملة الناس عيبت علينا وقالت لنا طب ما هي خلصت كده، فين الاستمرارية؟ ومعاهم حق واحنا بنعترف بأخطائنا. فجينا المرة دي عملنا حاجة جديدة، احنا مش هنعالج المدمنين، احنا عايزين الأصحاء يفضلوا أصحاء. احنا هننشئ فرق عمل من الشباب في 2000 مدرسة و25 جامعة، وندربهم ازاي يعملوا توعية، ونديهم فلايرز وستيكرز ومطبوعات وافكار، ونديهم افلام فيديو، يعني نديهم مادة وندربهم ونقول لهم كونوا، مش في المدارس مش عارف اسرة كذا، وفي الجامعات اسرة الثقافة واسرة الشطرنج واسرة مواجهة المخدرات. عملنا الفكرة دي وبدأ صناع الحياة فيها، وقمنا قلنا طب احنا عشان نعمل في 2000 مدرسة و20 جامعة محتاجين شركاء. فروحنا لوزير التعليم ومضينا معاه اتفاقيا انه يفتح لنا المدارس، ومش كده وبس، هيدينا عارفين الاخصائيين الاجتماعيين. الاخصائيين الاجتماعيين دول قاعدين في المدرسه بياخد مرتب ومتعين، بيعمل ايه؟ طب ليه ما تدربوش وهو مقيم في المدرسه فتضمن ان المشروع دائم ومستمر ومش هيقف ابدا في ديمومه. فاهمين فاهمين الفكره؟ انا الحقيقه عايز ابدا برضو زي ما ابتدينا المره اللي فاتت بتاعه نحو الأمية، عايز أبدأ بإحصائيات عشان تحسوا بالأزمة. فأول إحصائية هنعرضها، بصوا على الشاشة، ده توزيع مستخدمي المخدرات بين الطلبة اللي على اليمين. الطلبة إيه نوعية المخدرات اللي بيستخدموها؟ بس عايز اقول حاجه، لا شيل لي تاني، شيل لي خالص، عايز اقول حاجه وبعدين نرجع لده. انتوا عارفين يا جماعه عدد الشباب المصري اللي بيستخدموا المخدرات في مصر قد ايه؟ يعني عدد المصريين اللي عدوا مرحله التعاطي الى ما هي ابعد في مصر 6 مليون. يعني الشيطان تمكن انه يقضي او يكاد يقضي على حياة 6 مليون مصري، 6 مليون شاب. ومن السنة اللي فاتت بدأ ينخفض سن تعاطي المخدرات في مصر الى سن ثانوي واعدادي، لان مع ضعف الحالة الامنية تجار المخدرات وصلوا إلى أبواب المدارس الإعدادي. يعني كارثة. فهل من الممكن أن يجي حد يقف في وجه الشيطان ويقول له مش هتخش مدارسنا، ويبقى محجز بإيديه كده ومحوط على الطلبة مش هتخش يا شيطان للمدرسة؟ ده الدور المطلوب، دي الحركة المطلوبة على الله. وزي ما بنرجم الشيطان في الحج، عايزين نرجمه على ابواب المدارس. لن تدخل مدرستي، لن تدخل كليه التجاره، لن تدخل كليه الطب، لن تدخل الى مدارسنا وجامعاتنا. ده هدف المشروع، ده النيه بتاعت المشروع. الحركه ايه بقى؟ ادوات. طب نرجع تاني للرسم البياني يا وليد. فاللي على اليمين دول المستخدمين، فاكتر حاجه البانجو، وبعديه الحشيش، وبعديه الهيروين.
وبعدين اجمالي المستخدمين اللي هي الرسمه اللي على جنب بقى، الاخضر ده هو عدد المستخدمين في مصر 6 مليون، ده مستخدمي المخدرات اللي هي يعني الشيطان قدر يخترق في الدائرة المصرية دي، ياخد المنطقة دي. فمين سيحارب الشيطان ألا يخترق هذه المنطقة؟ طيب الرسمة اللي بعدها، ده العالم كله، ده الرسومات دي جاية من اليو ان او دي سي، الأمم المتحدة مكتب الجريمة والمخدرات. فده تقسيمة العالم كله المخدرات فيها عاملة ازاي. السهم الكبير اللي بالأحمر دون بيشاور على مصر انها اكتر ما يستخدم فيها الافيون والحشيش، يعني مناطق كل منطقة واخدة لون متركز فيها ايه، فمصر متركز فيها افيون وحشيش. طيب اللي بعدها اللي باللون الأحمر الغامق برضو السهم مشاور على مصر، في مناطق في العالم لونها فاتح، وفي مناطق لونها أزرق، وفي مناطق واخدة أحمر داكن، منهم مصر، زيادة مستمرة في استهلاك المخدرات. هتلاقي فين بقى؟ هتلاقي مصر، وهتلاقي حتت في أفريقيا تحتيها، ومش هتلاقي بقى غير في العالم في أمريكا الجنوبية. لو تاخد بالك في حتة أحمر داكن هنا تحت في أمريكا الجنوبية تحت خالص، وفي حته في الصين، وفي افغانستان، في اسيا الناحيه دي في اليمين. تخيل. طيب اللي بعديها ترتيب دول العالم في زراعه مخدر الحشيش. ترتيب دول العالم، مصر طلعت متصنفه رقم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. مصر رقم 12 على العالم. اكتر دوله فيها زراعه المكسيك، وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية، بوليفيا، نيجيريا، موروكو، المغرب، كولومبيا، إنديا، أفغانستان، ساوث أفريكا، كندا، مصر. بعدين اللي بعديها بتقول بقى أن مصر مش غامقة في الأفيون، مش واخدة اللون الغامق في الأفيون، مما يدل إن ما زالت التوعية ممكن تجيب نتائجها. دي رسومات، وده الوضع المخدرات في مصر. إحنا جايين يا جماعة لقاء المسجد، بس عايزين الدماغ دي تبقى واعية، فعشان كده عرضنا لكم الكلام ده. ولو مش هيتعرض في المسجد على الناس اللي هتقف وجه الشيطان، أمال يتعرض فين؟ ده موضوع طب أنت عايز تعمل إيه تاني؟ أنا عايز أنشئ فرق دائمة في 2000 مدرسة و25 جامعة، وعايز الاستيكر دون ما يبقاش فيه مدرسة في مصر ولا جامعة في مصر إلا ملزوق عليها أو متوزع عليها. طب أجيبه منين؟ تدخل على عمري خالد دوت نت أو على عمري خالد بيج على الفيسبوك، وتطبع منه العدد اللي أنت عايزه وتوزعه. طب عايز أتطوع أشتغل معاكم في الفرق، على باب المسجد بره هتلاقي ولاد وبنات الشباب صناع الحياة، علشان اللي عايز يشتغل معنا في هذا المشروع. يعني قدام ربنا بس تقول له يا رب واجهت الشيطان بورقه اقل القليل، يعني الزق، خش خدها واطبعها واعمل منها 1000 وحطها على المدارس والجامعات والنوادي ومراكز الشباب من الورقه دي. طيب وهتلاقي على عمرو خالد دوت نت على الفيسبوك فيلم عامله مجموعه من المشاهير بيوعوا ضد المخدرات، شيروا وبعتوا لاكبر عدد تعرفه من الناس. بس يا اخي انقذ شاب، شارك في انقاذ شاب. فمين ناوي ان شاء الله؟ يا اما شاب يتطوع ويقول المدرسه اللي عندي، يا اما هيدخل النهارده ويطلع ده ويلزقه، يا يروح للمتطوعين، يا يدخل على الموقع النهارده. بس لازم يعمل حاجه. هل كلنا ناويين ان شاء الله ان احنا كلنا هنعمل حاجه؟ وعد كده ان شاء الله؟ اتفقنا؟ طيب جزاكم الله خيرا. دي حركه على الارض. ايه علاقه ان انا اشتغل في المشروع ده بالنهضه؟ لا علاقة كبيرة أوي. يا جماعة الإنسان فكر، عقل، قلب، مش كده؟ وحركة. طول ما أنت بتتحرك بتعمل حاجة أنت بتنمو، بتنضج. اللي قدامكوا ده ما كانش كده من 20 سنة، كانت إمكانياته محدودة جدا جدا جدا. أمال إيه اللي حصل؟ حركة طويلة.
شغل كتير على الأرض ومن مشروع لمشروع ويلخبط كتير ويفشل كتير ويصلح كتير ويتعلم كتير ويفهم ويتطور. هقول كلمة بايخة محدش يزعل مني يعني. في ناس بروطات، عارف يعني ايه؟ أنا آسف. البروطة لا يمكن يعمل نهضة ولا بعد 1000 سنة. هو يعني وتلاقي يعني كده يعني مطفية. ما يعملش نهضة، ما يعملش نقل الأمة. أمال مين اللي يعمل نقل الأمة؟ وبعدين لو مش انتوا يا شباب أمال إمتى؟ لو مش في سنك ده هتتحرك وتنجز وتروح وتيجي وتخبط وتغلط وتتعلم وتتحرك. اتحرك. لا يمكن نهضة على جيل دماغه. احنا بتوع التفكير. ولا يمكن نهضة على جيل مؤمن جدا 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 بس محبوس جوه الجامع. تعرفين عمر بن الخطاب كان يطلع كل ليلة بالدرة بتاعته، محدش في المسجد بعد العشاء، قاعد بتعمل ايه؟ قوم. قاعد هنا بتعمل ايه؟ قوم. وبعد الظهر، صح ولا لا؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ ندعو الله ان يرزقنا، ان السماء لا تمطر ذهب ولا فضه. قوموا اشتغلوا. حركه. بني ادم. ولذلك المشروع ده او محو الاميه او اي مشروع تاني، يعني انا مش هدفي من درس المسجد الدعاية لمشروعات صناع الحياة، وإن كان طبعا عايز أدعو لمشروعات صناع الحياة، بس مش هدفي. أنا ضد احتكار الخير. أي عمل بس اتحرك، لازم يبقى لك حركة على الأرض. روح اعمل لك فيلم وصوره ويكون مفيد لهنا ولا لهنا ولا لسوريا ولا اتحرك. روح اعمل أي حاجة. بس أنت حضرتك بتيجي تحضر الدرس هنا وتروح تحط إيدك على خدك، مش هو ده اللي مطلوب يا ستات. انا بكلم الستات كمان، مش بكلم الشباب وبس. يا ستات اتحركي، لازم يبقى لك دور. شوفي لك ملجا ايتام، شوفي لك عمل تطوعي، اشتغلي معانا في صناع الحياه، شوفي لك جمعيه خيريه تطوعي فيها، شوفي 6 اكتوبر ولا المنطقه اللي انت ساكنه فيها محتاجه ايه وتحركي عليها. اتحرك اتحرك اتحرك. انا خلصت كده التلت الاولاني. اتفقنا خلاص واحنا طالعين هنشتغل كلنا باذن الله. طيب ننقل على اللي بعده. مهاره. مهاره، مهاره جامده جدا جدا في الحياه. والنهارده يعني انا جايب لكم هديه، كنز. اللي هيعرف يعمله هياكل شهد. هياكل شهد، بمعنى هياكل شهد يعني فلوس. اقصد فلوس. وايه كمان؟ حب غير عادي. من مين؟ الناس. ده مفتاح حب الناس اللي بتاعت النهارده. فاكرين كيف تكسب قلوب الناس؟ اكتر. مهاره النهارده يعني لقاء المسجد دلوقتي بقى تدريب، واخدين بالكم بقى يعني ايه المهاره ده؟ ايه المهاره دي؟ الروح. ايه يعني ايه الروح؟ في حاجه اسمها الروح. ايه اللي تقصد ايه بالروح؟ بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها الافكار. العالم كله في ناس بتفكر بتطلع افكار، وفي ناس بتبث روح. العالم حاليا مكتئب، مزاجه وحش والله. كل العالم، الناس اللي بتعرف تبث الروح دي كله بيخطف فيها عايزه. ده لو شركة تيجي تشتغل، لو فريق كورة لازم يلعب، لو بيت عيلة لازم فلانة تبقى موجودة، دي اللي بتلم العيلة. روح روح. تاني، بصوا يا جماعة، والله العظيم اللي أنا بقوله لكم النهاردة ده هدية. العالم حاليا مكتئب، وضعه الاقتصادي تعبان، ومشاكله بقت كتيرة قوي، وبقت الدنيا معقدة، ومحدش عارف يتصرف. ومش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم حتى البيوت مش مبتسمة قوي. يا سلام البنت دي اللي عينيها بتطق شرار روح. ولد كده شاب 22 سنة ولسه صغير ومعلوماته قليلة، بس عينيه مليانة شقاوة. عارفين يعني ايه شقاوة؟ مش شقاوة يعني وحش،
كده عايز يعمل حاجة طاقة وروح ويطبطب على ده ويدي ده في كتفه ويقول له هننجح ان شاء الله، وتلاقيه في الملعب يلا يا رجال هنكسب ان شاء الله، وبعدين يطلع البيت يجمع بابا وماما ويجمع يلا انا اعمل لكم العشاء النهارده. طبعا يطلع العشاء ما يتاكلش بس بس روح 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 روح. وهي هي ايه بنات العيله كلهم مرتبطين بيها، يعني يبقوا طالعين رحله. طب وهدى طلع ولا لا؟ لا هدى مش طالع، يبقى مش طالعين. روح روح عامل روح. وفي الشركة هو ده اللي بيخلي الناس تشتغل على فكرة. هو مش لازم يكون مفكر، ده على فكرة ساعات قدراته عادية، بس تبص على عينيه يا نهار أبيض، تبص له بس يعليك. وبعدين كلامه كلامه كله إيجابي، كله بكرة هيبقى أحسن، هنتحرك هنعمل بسمة أمل مش يلا نروح يلا نعمل يلا نتحرك. روح 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 روح. شفتون الصوت اللي انا بتكلم بيه؟ روح. ها انت كده ايه كله سكت ليه؟ ما روح حد يديني روح. طب اقول لكم على حاجه تانية، اقول لكم على حاجه تانية. انتوا قاعدين قدامي تصدقوا ان انا غصب عني غصب عني عيني بتيجي على ناس منكم غصب عني الف وعايز اروح له عايز ابص له بيديني روح، باصص لي بيهز لي دماغه او بيبتسم لي او عينيه بصلي كده. والله العظيم ده مش انا مش بتكلم عليا، دي معروفه على مستوى اي محاضر في الدنيا. يروح لده بيقويني، مع ان المحاضر هو المفروض اللي بيقوينا ابدا فينا، بس الروح دي ملهاش دعوه ملهاش دعوه انت مين. وخلي بالكم الصفه دي كل العالم بيدور عليها. هو المنتخب المصري ده، منتخب المصري اللي خد بطولة أفريقيا، مش هو اللي خدها ثلاث مرات، مش هو هو بنفس لعيبته اللي طلع من التصفيات؟ مش اتغلب في قبل النهائي عشان اللعيبة سنها كبر، طلع من التصفيات. طب ايه الموضوع؟ روح. في روح وما فيش روح. بص الآية بقى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كلكم بتسمعوا الآية دي وبتفهموها على إن الروح المقصود بيها الحياة والموت. المؤسسات بيبقى فيها روح، والمساجد بيبقى فيها روح، وفي فريق فيه روح وممكن تتسحب منه الروح لو اتغير. إيه ده؟ إيه السر ده؟ فعلا سر، من سر عطاء من الله سبحانه وتعالى. خد روح. بص عمر بن الخطاب، معلش عمر أنا اليومين دول عايش مع عمر، ف عايز يفتح الفارس فتح الفرس، فمحتاج قائد يفتح بيه بلاد فارس. فواقف الناس بيقول ايه؟ من يدلني على رجل استعمله على فتح فارس؟ مهمه كبيره مش كده؟ فالصحابه ناس واعيه قالوا قل لنا صفاته يا امير المؤمنين، ادينا بالانجليزي يعني الجوب ديسكريبشن بتاع، ادينا التوصيف الوظيفي مطلوب منه ايه؟ فقال لهم حته كلمه. ام قايل ايه عمر؟ عايز مين يا عمر؟ قال إذا كان في الناس وليس أميرهم، مش هو القائد، كان كأنه أميرهم، بيتحرك في وسط ده ويطبطب على ده ويكلم ده ويجيب ده ويرفع همة ده ويزعق يجمع الناس عليه ويتحرك هنا. إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم. يعني بقى عشان ما تقوليش يا عم دي لما أبقى قائد، ده عمر بن الخطاب عايز مش قائد، هو تحت كده بس حتة ولد، حتة ولد عامل زي ابن سيرين كده. عمر الخطاب يقول عليه ضعوه حيث شئتم سوف يأتي بخير، مطرح ما تحطوه هيطلع لكم. انت كده ولا مش كده؟ عارف زي مين؟ على فكرة في ممكن واحدة ست يبقى راجل الناس كلها بتشاور عليه بتقول عليه قائد عظيم، والست دي هي اللي بتديله الروح. يعني هو بالنسبة للناس قائد عظيم، بس وراه حد بيدي روح. ممكن تكون واحدة ست. هي السيدة خديجة دي أعظم ما فيها إيه؟ هو سر حب النبي العجيب للسيدة خديجة إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. معقولة؟ أنت ربنا يخزيك؟ إنك لتصل الرحم وتطري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته من يده وذهبت إلى ورقة بن نوفل، اسمع من ابن أخيك. روح 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 روح. في ستات كده. هتقولي بس دي بقى يعني موهبة يعطيها الله لمن يشاء من عباده، تصدق ان دي صفة مكتسبة؟
الناس ما بتتولدش كده، دي بتدريب. بصوا يا جماعه، حاجتين يخلوكي عندك الروح، حاجتين اهو، مهاره اهي، هنتعلم المهاره. اول حاجه هتستعجب، حاجه دينيه وحاجه عمليه. اما الحاجه الدينيه، اقرا قران يوميا. ايه جبت ايه العلاقه؟ اسمع الايه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. القران روح، روح فوق روحك، ماشي باتنين روح، عشان لو الاولانيه ضعفت معاك لا مش استبني بقى، ده القران. انت بتقرا القران كل يوم؟ انا اعرف اتنين بيختموا مع بعض بقالهم 25 ختمه في 3 سنين، ختمه ورا التانيه ورا التالته، عشان يفضلوا شغالين 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 شغالين. روح روح، خد روح، اقرا القران، اقرا القران بالنيه دي، طاقه النهارده، روح النهارده، تلاقي بقى الوش اتفرد والابتسامه والعينين بيبان. طب اقول لكم حاجه يا اخوانا، شوفوا انتوا قاعدين قدامي دلوقتي، انا عارف دلوقتي من عينين اللي قدامي مين اللي عنده فكره الروح دي ومين اللي مش عنده. لا طبعا في كتير. والله يا جماعه، والله العظيم بتبان في العينين، بتبان في الابتسامه، بتبان في اشراقه الوجه، بتبان في طريقه السلام. في ناس سلم عليها كده مهزوم مهزوم من وانت بتسلم عليه، الهزيمه باينه في ايده. في ناس يسلم عليك كده ياخد ايدك، في ناس صدقوا عارف بتبان في ايه ساعات؟ طبطبه، طريقه الطبطبه. شفت برنامج يمكن حكيت لكم عنه ايام ما كنت بتكلم عن برنامج امريكاني بيتكلم الزعماء بيصورهم من ورا وهم بيقابلوا الناس. تعال كده اقف، اي حد بيقف جنبه او يتصور معاه لازم يعمل عليه كده. شايف دي؟ دي ايه؟ دي ايه؟ اجمد. اقعد. روح روح. شفتوا عمر شايفها ازاي؟ شفتوا عرفتوا ليه النبي كان بيحب خديجه حب خاص؟ ما يقدرش يستغنى عنها. ما يقدرش يستغنى عنها، الاحتياج عالي جدا. لانها بتدي هذه الروح. لو عندك الصفه دي، شوفوا واحد لعيب كوره زي احمد حسن. سر يعني هو احرف لعيب في مصر. هو عنده روح. يوم ما جاله الرباط الصليبي كان عنده 34 سنه. يعني خلاص بقى يقعد في بيته. يوميا كان عندي في بيتي. متشال بيصلي على كرسي وهو قاعد ما يقدرش يقف. بعديها ب7 أشهر كان في الملعب. روح روح روح. جوه دي مقاتله. طاقه، همه، ابتسامه، وش مفرود. كلمه قوي، دايما بيقوي الناس بكلامه. تيجي بايه؟ حاجتين، حاجه دينيه، اقرا قران وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا من امرنا. وبعدين يوم قايل له ايه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. انت ما كنتش كده. القران اداك هذه الروح. طب دي الايمان، طب والتانيه ايه اللي تجيب الروح؟ ها؟ التانيه ايه اللي تجيب الروح؟ حاجه عمليه بقى. ها؟ الاحتكاك. تدريب. اوعى تفتكر ان العينين كده بتنور وتجمد كده، تصحى الصبح تلاقي عينيك تلاقي وشك كده، لا ده تدريب. تدريب 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 تدريب، وانت ما كنتش كده لغايه ما تلاقي نفسك ايه ده؟ وتجربه نجاح وبعدها تجربه فشل وبعدين نجاح وبعدين نجاح وبعدين نجاح. ايه رايكم؟ طب احكي لكم حاجه، حاجه شخصيه. انا وانا صغير ابويا كان بيعاني ان انا قافل على نفسي وانا في اعدادي ومنغلق، يعني ما بقدرش اتصاحب على الناس، وكان يزقني اروح اتصاحب على الولاد في النادي ولا حاجه، تخيل. وكنت بخاف اغلط جدا، ما فلو مثلا بشتري حاجه، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اعد الفلوس،
لاني لما اروح عند بياع وانا صغير ويديني بقيه الفلوس اخاف اعدها قدامه يبان انا متلخبط، فاخدها واحطها في جيبي من سكات عشان ما يضحكش عليا. شوفوا الشخصيه دي لغايه مع بدايه الايمان والقران والمسجد وعايز اعمل حاجه وبدا التدريب. احكي لكم قصه اخوانا او قصتين فرقوا في حياتي جدا، بس تاخد منهم الفكره اللي انا بقولها. كنت في كليه التجاره وانا ساكن في المهندسين وبسهر في ايام الامتحانات اذاكر بالليل على قبل الفجر بساعه كده، ابقى خلاص دماغي بتقع فخاف يفوتني صلاه الفجر في الجامعه، فاعمل ايه؟ فاقوم واخد عربيتي الغلبانه بتاعتي كده واقوم رايح عند مطعم في شارع جامعه الدول العربيه بيقدم الاكل جوه العربيات، عارفين العربيات اللي بتقدم الاكل دي، فاقف قدام العربيه يجيب لي الاكل اكل وبعدين اقوم الحق الفجر في مصطفى محمود ويبقى كده خلص اليوم. فرايح ولسه بقى كده في الجامعه ولابس لابس هدوم، يعني ايه هدوم، حصل لي في المسجد وراجع البيت ومش هنزل من العربيه فمش لابس يعني. فجيت وقفت عند المطعم وطلبت اكل. في وسط ما انا طالب الاكل فجاه كده، طبعا الدنيا ساكته خالص، موسم امتحانات وثلاثة الصبح وزمان، فالدنيا جامعه الدول العربيه فاضي الساعه 3 الصبح يعني. فجاه بصيت لقيت 10 عربيات ولاد وبنات، والولاد بقى طول بعرض وقاموا مولعين الكاسيتات على الاخر مزيكا، وقف الولاد يسقفوا وبنت في النص بترقص. يعني منظر حتى صعب جدا ومش متعودين عليه في مصر. فانا هموت. لا يا عم انت عندك امتحانات روح ذاكر وروح، مش قادر. ما كنتش اعرف ان انا ممكن جوايا فكره انك تبس روح دي، كنت لسه مش موجوده. انا بس بضرب للشباب فكره انها بالتدريب، باكد على فكره التدريب بالقصه اللي انا بحكيها لكم دي. فواقف حبايبي ممكن تقعدوا لو سمحتوا، فواقف طب روح صلي الفجر وخلاص، مش هعرف اصلي، انا مش فاهم الايمان كده، مش فاهمه بالطريقه دي. ممكن تقعدوا يا شباب، تقعدوا لو سمحتوا. طيب طب اعمل ايه؟ طب اروح، طب هروح مش قادر، مش هعرف، لا هعرف اذاكر ولا هعرف انام ولا هعرف اصلي. صلاه ايه دي اللي ما فيهاش اصلاح؟ فقررت ان انا لازم اعمل حاجه. فقمت فاتح باب العربيه ونازل كده وماسك في الباب وقمت بصوت عالي بس مش بصوت خناق، اللي هو تسمع بس مش بتزعق، يا جماعة على فكرة اللي انتوا بتعملوه ده عيب. وقفت على كده. فهو واحد منهم قام باصص لي وقال لي طب وبتتكلم بعيد ليه؟ ما تيجي تتكلم من هنا. قلت لا امتحانات ولا هلحق صلاة الفجر. فقلت له اجي. انا بحكي القصه والله كاني شايفها قدام عيني. فقمت واخد بعضي من عربيتي ورايح عندهم، فبقيت في وسط الدايره. فهو قام عامل لي كده قال لي كنت بتقول ايه بقى؟ قلت له بقول لكم، وبدات اتكلم وبدات ابص لهم وبدات ابص في عينيهم، اللي انتوا بتعملوه ده ما يرضيش ربنا. انتوا عارفين الوقت ده ايه؟ ده وقت ربنا بيتنزل فيه الى السماء يقول حد عايز حاجه اعملها له، وما بتكلمش بلغه دينيه او نحويه، اتكلم بالطريقه العاميه على الاخر. عايزين تعملوا كده روحوا بيتكم اقفلوا على نفسكم البيت واعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ما يصحش تعملوا كده في الشارع. لقيتهم سكتوا. يبدو ان انا يوميها حصل لي حاجه. ايه ده؟ ده ينفع؟ ايه ده؟ هم سكتوا ليه؟ هم سمعوني ليه؟ فزودت الكلام، وبعدين بقيت لقيت عينيا فيها جرأة ان انا ابص في عينيهم، ما عادتش عينيا مكسوره. وبعدين طون صوتي بقى فيه فخامه. وبعدين واحد قال لي انت وجعت دماغي ليه؟ انا عايز اخش النار. فربنا الهمني بسرعه كده، قمت بص لهم كلهم قلت لهم كلكم عايزين تخشوا النار؟ فواحد قال لي لا انا مش عايز اخش النار. فقمت رايح عليه وبدات اتكلم معاه والمزيكا وقفت.
والموضوع اتفركش ومن غير ما اتخانق، والبنت دخلت العربيه وعيطت احسن يعني انا بحكي الحكايه دي ليه يا جماعه؟ الموضوع بالتدريب. الروح دي عطاء من الله سبحانه وتعالى لينا كلنا، دي بتقذف بالقران وبالتدريب، لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش القران لوحده وما ينفعش التدريب لوحده. جرب واتفرج على القوه بقى اللي فيك ودرب نفسك. وفيها طبعا لولا ان الواحد جواه همه عشان عايز يعمل حاجه، دي اللي جابت الروح. فانا دلوقتي شوف، انا قاعد في وسطكم والله العظيم انا شايف ناس بقول الجدع ده هيبقى كده، بتبان على طول. البلد محتاجاها، عيلتكم محتاجاها. انا اعرف بنت اسمها جنى. جنى دي اردنيه، ابوها وامها على وش طلاق وخناقه كبيره جدا 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 وانتهى الموضوع. جنى طلعت معايا مخيم او معسكر، وكان المعسكر بيتكلم ازاي تتدرب على الفكره دي. المعسكر كله كان بيتكلم على الحكايه دي من سنتين الموضوع قبل الصلاه. فجنى قررت تجرب في ايه؟ في اكتر موضوع هي شايفاه ابوها وامها. قامت مديه ميعاد لابوها وامها من غير ما تقول لكل واحد في التاني ان هم هيقابلوا بعض. بابا عايز اقابلك يوم كذا في الحته الفلانيه، ماما عايز اقابلك. جم لقيت هما الاثنين قدامهم، قامت مقعداهم بدات توصلهم. قالت لهم انتوا عايزين تطلقوا؟ ماشي، ممكن افرجكوا على شويه حاجات. دي صورتكم يوم الجواز، شايف كنت بتبص لها بحب ازاي؟ انتوا عايزين تطلقوا؟ دي يوم ما انا اتولدت، شايفين الصور؟ بدات هي بتحكي لي، وابوها حكى لي بيقول لي حسيت انها اقوى مني 100 مره. بابوها بيعيط بالدموع وامها بتعيط بالدموع، ولغايه دلوقتي عايشين مع بعض وما اتطلقوش. الكلام ده من 4 سنين. يحيى بيحكي لي ابو جنى بيقول لي البنت كان عندها قوه كان هي اللي عندها 70 سنة وانا اللي عندي 15 سنة. الروح ملهاش دعوه بسن، الروح ملهاش دعوه بخبرات قد ايه في الحياه، الروح ملهاش دعوه معاك فلوس كام، الروح ملهاش دعوه لابس ايه، الروح ملهاش دعوه معلوماتك قد ايه. الروح روح، واحد عنده روح اتدرب عليها بقى. ايه الواجب العملي؟ احنا في الـ في الـ في الحركه كان الواجب العملي ايه؟ هنشارك في المشروع، واهو شباب صناع الحياه قاعدين جنبي اهو، جابوا لي الاستيكرز وعمالين يقولوا احنا واقفين بره واقفين جوه ومش هتروحوا النهارده لما تعملوا حاجه. روح المهاره، مين يتدرب معايا على الروح دي؟ اقوى حاجه في الدنيا. طب ايه المطلوب؟ الاسبوع اللي جاي كله عمال ابث روح للي حواليا، اقرا قران وابث روح، اقرا قران وابث روح، مبتسم على طول، بقول كلام ايجابي، بشجع الناس، بتصل على اللي غايب ما بتجيش ليه، بشجع الاستاذ حتى في الجامعه، بدفع روح المعنويه دي. يا ستات، الستات وانا اهو ببص في الكاميرا اللي معانا هنا واللي سامعنا، المراه تستطيع ان تدفع 100 رجل الى الامام. المراه صانعه الرجال لو عندها القدره على بس الروح. لكن الستات الزنانه، مع احترامي وحبي وتقديري، او اللي شغلتها انها بتبكت، عارفين يعني ايه بتبكت؟ التبكيت 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 عكس الصفه الخديجيه، لغايه ما يبقى عكس خديجه. خديجه مش كده، خديجه قيمتها، عظمه خديجه في انها. ولذلك شوف النبي يقول لك ايه؟ لم يكمل من النساء الا 4، اول واحده فيهم مين؟ خديجه، او واحده منهم خديجه، عارفه تزق. يا ستات يا ستات يا ستات، مين ينوي هنتدرب الاسبوع اللي جاي روح؟ ايوه كده، اول واحد رفع ده هتكون ان شاء الله. طيب ننقل على النقطه الاخيره، الايمان. لا مش الايمان، الاخلاق واسماء الله الحسنى. احنا عايزين بس نفكركم، خلصنا روح؟ هنرجع تاني ولا لسه؟
على فكره روح حتى في القعده. يعني انا ساعات ابقى في القاء واحد قاعد كده اقول له صحته اقعد كويس، ليه؟ مش بضايقه، مش بغلس عليه، بتاثر على الروح والله العظيم بتاثر. معلش لسه عندي في الروح حته حلوه، معلش سامحوني. مش يقول لك كان في شركه كسبانه وناجحه قوي 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 وبعدين جه واحد ضحك على صاحبها وخدها منه، كويس؟ بدات تفشل لانه مش فاهم، افتكر ان الموضوع موضوع حيطان وجدران. الموضوع مش كده، الموضوع موضوع في روح ولا لا. انا بطلع كل فتره مخيم معسكر، تطلع معسكر صناع الحياه هو هو البرنامج اللي ممكن تلاقيه في اي حته تانية، بس في حاجه مختلفه، في ايه؟ روح. سبحان الله. تدخل فندق، ممكن حضرتك تقفل لو سمحت البتاع، تدخل فندق معين او تدخل مكان معين او تدخل مسجد معين، في روح في المكان ده. الروح مش في البدن بس، في المؤسسات، في الشركات، في الملاعب، في المساجد، في العلاقات الزوجيه. واقول لكم على حاجه يا اخوانا، بص لاغلب العظماء، بص لاغلب الناجحين، هتلاقي ورا واحد او واحده بتدفع الروح، محدش عارفها، محدش عارفها، في حد بيزق. ماشي؟ اتفقنا؟ حلوه النهارده؟ حلوه مساله الروح دي؟ هتتدرب عليها؟ بس خليك فاكرها، اكتبها، الروح المعنويه، وطول ما انت بتتحرك، واقرا القران. طيب، ننقل على اخر واحده، اسم من اسماء الله الحسنى. ايه علاقه اسماء الله الحسنى بالاخلاق؟ هو الخمسه بناء انسان النهضه فيهم الاخلاق بس ما فيهمش اسماء الله الحسنى. لا، ما احنا واخدين اسماء الله الحسنى سكه للاخلاق. ازاي يعني؟ عايز تتصبغ ولا مجرد نقول لك الخلق وتروح؟ لا، عايز تصبغ. صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. عيش مع الله تاخد الصبغه، ما تطلعش خلاص، بقت صبغه، مش مجرد لون متلون شويه ميه تطلعه، تاخد الخلق وبعديها بثلاث ايام يروح الخلق عشان الخلق يثبت وما يطلعش وتبقى القماشه الخلق مش طالع منها. خليك مع الله، صبغه الله. ازاي؟ فوت من اسم الله الحسن، من اسماء الله الحسنى على الاخلاق المتعلقه بها. حد فاكر بقى ايه اسماء الله الحسنى اللي قلناها لغايه دلوقتي؟ الايه؟ الصمد المره اللي فاتت، احمد، الوكيل، الواسع، الصمد، الولي، الحليم، برافو عليك، القريب، الملك. ده كم حلقه كده؟ لا ما قلناش القدوس، الوكيل قلناها، ايه تاني؟ نعم، الستار، قلنا الستار، الحليم، القريب قلناها. فدول كده الاسماء اللي احنا النهارده مع اسم الله الشكور. الشكور، خلونا نهدى بقى كده، وزي كل مره في الختام نعيش كده مع الله، عشان النهارده كله مهارات وحركه ومشروعات، فكده نخلي ختامنا النهارده كده قبل العمره مع الله. كلمه شكر في اللغه العربيه معناها زاد، يعني زياده. كلمه الزياده في اللغه العربيه هي المقصود بكلمه شكر. فكل ما له علاقه بالزياده عن الحد العادي يبقى اسمه ايه؟ شكر. فيقول لك دابة شكور لما تكون بتديها علف قليل فتطلع لك انتاج غزير. واضحة؟ دابة شكور، الغنمة دي، العرب يقول لك كده، الغنمة دي شكور جدا، يعني ايه؟ بأكلها علف قليل تديني لبن كتير. يقول لك أرض شكور، تسقيها مية قليلة تطلع لك إنتاج غزير. فالعرب لا تطلق كلمة شكر إلا لو كان بيد، إلا إذا كن في شرطين، تديله قليل يديك كتير. معايا ولا؟ تعطي قليل فيعطيك الكثير، هنا تيجي كلمة شكر. لكن تعطي قليل يديك على قد ما أنت اديت يبقى اسمه شكور؟ لا،
دابة تديها تأكلها تديك على قد ما مدت لها، ما تبقاش اسمها شكور، ما ينفعش تتسمى شكور، لأن الشكر معناه الزيادة لغة. كويس؟ الله شكور، تعطي القليل فيكافئك عليه بالكثير، تقدم القليل فيضعف لك أضعاف مضاعفة. لو ادالك على قد ما انت أعطيت ما يبقاش شكور. وفي شاكر وفي شكور أضعاف مضاعفة. اسمع بقى الآيات، ليوفيهم أجورهم، ده إيه؟ خدوا حقهم مش كده؟ ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وصلت؟ ليوفيهم أجورهم، مش ده اللي انت عملته؟ خدت أجرك؟ لا. ويزيدهم، جت كلمة أهو، شفت كلمة الزيادة جت فين؟ ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طب وإيه اللي جاب غفور هنا؟ ما هم بيعملوا حسنات بيعملوا كمان سيئات، فخايفين إنه هو ما يشكرهمش عشان بيعملوا سيئات، فبيقول لهم لا، ده هتتغفر السيئات واشكركم كمان. يا سلام، الحمد لله إن ربنا شكر. تخيلوا لو الإله يعاملك بالمثل، تخيلوا الإله مش شكور. بص الآية تاني، بص كده، على فكرة الاسم ده له علاقة بالنهضة، واللي يقول لي له علاقة بالنهضة إيه ياخد تاني يعني. بس أشوف معايا كام قبل ما لخبط الدنيا. ياخد 100 جنيه. لا تفكر ال 100 جنيه هتطلع بسهولة كده؟ الاسم ده له علاقة بالنهضة. أي تفضل. لا لا، بعيد. له علاقة بتجهيز بناء إنسان النهضة، عشان أكون أدق، له علاقة ببناء إنسان النهضة. نعم، بيكتشف حاجات جديدة في نفسه. لا يعني يبقى إيه؟ يعني يبقى طموح؟ لا 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 لا، هرجع ال 100 جنيه. لا لا، ايوه، ماليش حد اقف عنده طموح، مش كل ما هعمل هيديني زياده، طب هزود، هيزود، طب هزود، هيزود، طب والله لازود دي قد كده، ما اشوف هيشكرني عليها قد ايه، اضعاف مضاعفه. طب هعمل له بقى، ما كنت انا كنت بعمل، انا كنت هلزق السكر واحده، هلزق 100، شكور هيشكرني عليها قد كده، طب هزود يزود، طب هزود، طب لغايه فين؟ لغايه ما تخش الجنه. فبتطلع بني ادم طموح، عايز عمال يصلح ويبني ويبني ويبني، لانه بيتعامل مع الشكور الشكور الشكور. اتفضل ال 100 جنيه فين؟ حاضر. اللي هي، الله يبارك لك، جزاك الله خيرا، اللي الشكور دي اللي هي مقولة عمر بن عبد العزيز، إن لي نفسا طواقة، كل ما ابلغ منزلة طب كمان طب كمان طب كمان طب كمان. اشتقت يوما، الله يفتح عليك، يقول لك اشتقت يوما أن أكون واليا على المدينة لأحكم في مدينة رسول الله بالعدل، فصرت واليا على المدينة. طب اللي بعده، فاشتقت أن أكون إيه اللي جت بعد كده، خليفة للمسلمين، فصرت خليفة للمسلمين. والآن لماذا تشتاق يا عمر؟ أشتاق إلى الجنة. اسمي يخليك، شفت المهارة، الروح لها علاقة بالنهضة. طبعا هي النهضة إيه غير أرواح؟ أرواح قوية. أفكار من غير روح بقى بني لو قامت النهضة. والشكور ما بقفش، ما بقفش. شفت العلاقة بالنهضة عاملة إزاي؟ كمان يعني بصوا يا اخوانا، هنطلع من هنا من المسجد هيشكرنا على القعده دي. انتوا فاكرين يا ستات يا اللي تعبتوا وجيتوا هنا النهارده، انتوا مش هتتشكروا على الـ على الـ على اللقاء ده؟ والله العظيم ستشكروا. واخواننا اللي اشتغلوا على النت دول اللي قاعدين مطحونين هنا مش هيشكروا؟ واللي فتحنا المسجد، مجلس اداره المسجد مش هيشكروا؟ طب والناس اللي بذلت الخطوات؟ طب والاتوبيس اللي واقف بره اللي نقل الناس مش هيشكر؟ والله العظيم
لو نملة كنت حدسها بإيدك ورفعت قلت ما عملتليش حاجة أقتلها ليه؟ لا شكرك عليها. لو صر التراب مرمية على جنب الأرض وانت شايلها على جنب لا شكرك عليها. ولو انت مفتح هتربط وتبدأ تقول ما هي دي بتاعت دي ودي بتاعت دي ودي بتاعت دي، اهو الشكر اهو الشكر اهو الشكر اهو. فتبدأ الطموح والشيطان موت وسمه ان كل ما يشكرك ينسيك. لانك لو خدت بالك من المعادلة هتتحول لإنسان نهضة بجد. ده انت لو مفيش ببناء إنسان النهضة غير اسم الله الشكور حصلت النهضة. يعني انا هطلع من هنا هسكت؟ لا طب انا عايز اعمل له كذا. والله العظيم لا اروح ابوس ايد امي وهرضيها وبعدين هطلع على صناع الحياه وهقف قدام الشيطان في المدارس، وبعدين ابن عمي ده ما سالتش عليه بقالي شهور هكلمه في التليفون اسال عليه يا شكور. لا اله الا الله، سبحان اللي جعل اسماء الحسنى تحرك الناس في الدنيا، صفاته العليا تحرك البشر على الارض. بس اللي يفهم ليوفيهم اجورهم وايه ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. للذين احسنوا الحسنى وايه وزياده. اهو اهو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا مضاعفة؟ من يقترف حسنة، ها من حافظ، نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل القرآن كده، أنت اللي مش واخد بالك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. شكور مش شاكر، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اتنقل من اسم الشكور لاسم الواسع. اديني كده وشوف حرصت عليك ازاي. مش بس هشكرك سعة سعة سعة، شكر بلا حدود. وكأن اسم الواسع جه بعد اسم الشكور في الآية دي، على قد ما تعطي حيكون الشكر واسع بلا حدود. ها حد جواه طموح النهاردة عايز مسابقة، مسابقة الشكر. طيب ايه المطلوب؟ يلا اشتغل بقى. طب يشكرني من غير ما اعمل حاجة ليه؟ طب يشكرني على الفرائض، دي فرائض، فاهمين؟ مال يشكرني على ايه؟ طب صلح في الارض كده وشوف هيشكرك ازاي. هنا صدقه وهنا ابتسامه وهنا طبطبه وهنا رفع روح معنويه لبني ادم. لو رفعت روحه المعنويه هينطلق. خديها بقى من الشكور بنيه يشكرك عليها. الشكور الشكور الشكور. ام سلمة بتحكي، ام سلمة بتحكي بتقول يا اخوانا ده بتاع المخدرات. طب ممكن بعد ما نخلص؟ يعني انا جدع معاك فانت كمان خليك جدع معايا. فاول ما نخلص وزعهم ماشي والناس طلع. جزاك الله خير اخوانا اللي بيوزعوا. استنى لما اخلص الله يخليك. ماشي يا شباب. فام سلمة طلع من مكة على المدينة بس خايفة لان ابنها خدوا منها. عارفين انتوا القصة، خدوا منها ابنها قريش وقالوا لها ما انتيش واخده ابنك، عايزه تهجري مش هتاخدي ابنك. وحبسوه منها سنه، تقعد تعيط سنه، في اخر السنه قالوا لها انت صعبتي علينا خدي الولد وامشي. فواخده الولد وماشيه لسه هتدور على ركوبه تركبها، جري من مكه على المدينه. طب الطريق خطر مش هستنى، ده انا ما صدقت اخد ابني وجوزي ابو سلمه في المدينه مش هقف. طلع جري كده بطولها بحالها هي وابنها. يا ستي ده في قطعين طرق في الطريق ما اضمنش يرجعوا في كلامهم. يقابلها عثمان بن طلحة واحد من قيادة الكفر من قريش اللي بيجتمعوا في دار الندوة مش كافر عادي. إلى أين يا أم سلمة؟ أفري بديني وابني منكم وحدك؟ قالت نعم.
قال والله ما ينبغي لك أن تذهبي وحدك، اركبي على ناقتي يا أم سلمة. خدها طلع بيها من مكة 450 كيلو على رجليه ومركبها، بتقول والله ما رأيت رجلا أكثر شهامة منه، ما شفت الشهامة أكثر من كده، حتى رأينا نخل المدينة فقال ها هنا زوجك، انزلي يا أم سلمة اذهبي إلى زوجك. ورجع هو، ده أنا لو قلت لك تعالى وصلني اسكندرية بالعربية بتاعتك تقول لي والله أنا عندي ثلاث مواعيد ربنا يوفقك. وداها المدينة ورجع. بص أم سلمة، أصل الشكور ده تعيش حاسس معاه على طول، أصل هو بس تبقى فاكر إنه هيشكرك بس، يعني هدف اللقاء إنك تبقى فاكر، هتلاقي نفسك بتشتغل لوحدك. تقول أم سلمة فعرفت أن الله سيشكرها له. الله، أنا بحكي لك القصة دي كلها عشان الكلمة دي، هي فاهمة. فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسامة إيه؟ هو الله ده كافر يا جماعة، ده كافر، هو الله لن يشكرها له؟ طبعا سيشكرها له، بس ده كافر، إنه غفور شكور. وتلف الأيام ويدخل النبي مكة، وتدخل قريش في الإسلام، ومن ضمن قريش يدخل عثمان بن طلحة قبل قريش بشوية يسلم، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها، ويقف النبي قدام الكعبة ويقول أين عثمان بن طلحة؟ أعطني مفتاح الكعبة. عثمان بن طلحة قال شيبة هم اللي معهم مفتاح الكعبة. فعثمان قال ليس المفتاح معي يا رسول الله، مع أمي. قال أتيني به، هياخده مننا. فراح لأمه قال أعطني المفتاح. قالت لا، سيأخذه منا. يقول لها اديني المفتاح، مش راضي تديهوله. فتأخر والنبي واقف على باب الكعبة، فأرسل النبي عمر بن الخطاب قال أتيني بمفتاح الكعبة. فراح خبط مين؟ عمر. قامت مدياله ال فجه ودى للنبي المفتاح، فمسك النبي المفتاح قال تذكر يا عثمان عندما طلبت منك في مكة أن تدخلني الكعبة فأبيت، وقلت لك يومها يا عثمان سيأتي يوم يكون المفتاح في يدي وقد لا أعطيه لك، وقلت لي يا عثمان يومها إذا جاء هذا اليوم فبطن الأرض أفضل لي من ظهرها. فواجم عثمان، فالعباس عم النبي قام وطي على النبي وقال يا رسول الله أعطيني المفتاح لنجمع آل هاشم السقاية مع مفتاح الكعبة، أي شرف. فمسك النبي المفتاح قال لا يا عباس، يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء. وفاء على إيه؟ على اللي عمله مع أم سلمة. يوم بر ووفاء، خذوه يا بني شيبة معكم إلى يوم القيامة، شكر ممتد إلى يوم القيامة، لا يأخذه منكم إلا ظالم. المفتاح معهم لغاية دلوقتي، لا يأخذ منكم إلا ظالم، لا يجرؤ ملك ياخذ منهم لأنه حيوصم من النبي إنه ظالم. شوف ختم لهم إزاي، ختم لهم، إدالهم ختم بكلمة منه. شكر الله لعثمان بن طلحة موقفه، المفتاح مع عيلته لغاية النهاردة. الشكور يشكرك حتى على نيتك، ما عملتش نويت، يعني وانتوا قاعدين دلوقتي يقول النبي إنما الدنيا لأربع نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي من المال مثل الذي عند فلان لأنفقته في سبيل الله، فهما في الأجر سواء. شكور شكور، اطمئن اطمئن. وبعدين أحيانا الشكور تأتي في القرآن بعدها اسم الإيه؟ العليم. وكان الله شاكرا عليما. ليه العليم بعد الشكور؟ طب عرفنا الغفور، انت ممكن تروح لواحد وتقوم تزور مريض وهو عيان، فتخبط وشايل الورد بقى ودافع فلوس والشوكولاتة، فابنه يفتح لك فتقول له انا جاي اطمن على بابا، يقول لك والله بابا نايم.
فتبص للورد وتبص للشوكولاتة تقول له، هتقول له مين؟ مين يا حبيبي؟ فاكر اسمي؟ اسمي ايه يا حبيبي؟ طب ممكن تجيب ورقة وقلم؟ يجيب لك ورقة وقلم وتحسن خطك قوي، تكتب محمد أحمد، تقول له حبيبي لازم تديله الورقة دي عشان يعرف إن أنا اللي جبت له الورد. لكن مع ربنا مش محتاج، عليم عليم عليم، مش محتاج تعمل كده، شايفك شايفك. ممكن تدخل على أمك بالليل تلاقيها نايمة ومش متغطية، مش عايز صحيها فتغطيها من غير ما تحس، عليم شايفك شايفك، هشكرك عليها. أمك معرفتش، ويمكن أمك تصحى زعلانة منك، بس هو شافك وهيشكرك، والشكر أضعف مضاعف. اسم طموح قوي مش كده؟ يعني يخليك كده، وله علاقة بالروح على فكرة، صح؟ كل ما تهمد ايه ده، طب ما انا، طب ما هيشكرني اللي بعده. وممكن تعمل تضحية في حياتك، يعني عايز ما تساعدش بني آدم فلاني وهو محتاج لك، بتدي له روح، شكور شكور، هيشكرك هيشكرك. الواجب العملي المرة دي حاجات جامدة جدا. الواجب العملي هتعمل ثلاث أعمال الأسبوع ده ليشكرك عليها. ما هو كله هيشكرني عليه، لا هتبقى مركز بقى، يا رب دي، يا شكور دي، يا شكور دي، يا شكور دي، ثلاثة بس عشان نبقى عملنا الواجب اللي علينا. ماشي؟ اللي ناوي يعمل ثلاثة يرفع إيده. الله أكبر، الله يبارك لكم. والستات كلهم رفعوا إيديهم، مش شايفهم بس أنا متأكد، الستات جدعان. طيب يبقى احنا كده اتفقنا، اللقاء النهاردة تقيل، في حركة، هنشتغل وهناخد ده ونحطه في كل مكان، كله هيجيبه من على النت وموجود مع الشباب هنا. ومش هنشتغل وبس، كمان اللي عايزة تتطوع معانا صناع الحياة موجودين معكم. طيب دي الحركة. المهارة يلا بقى ايه؟ يعني روح واقرأ قرآن وكمل الختمة بتاعتك اللي في الختمة 25، كمل كمل كده واجمد. روح. التالتة الشكور، يا رب يا رب بنوعدك في مسجدك في هذا اللقاء ثلاث أعمال يا شكور هنعملها هذا الأسبوع لتشكرنا عليها. وافرح باللي هيحصل لك، بس اربط، هتلاقي يا نهار أبيض ده الشيطان بعد كده هيخاف منك خوف، ده بدأ يربط بين الأعمال وبين الشكر بتاعها، بدأ يربط. عايز أختم بـ 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 بقصة. أنا كنت في اسكندرية من 4 أيام، فأنا في اسكندرية جت إشارة زحمة فوقفت فيها، فجي الأطفال بتوع الشوارع اللي بيمسحوا الإزاز وجم قدام العربية وعايزين يمسحوا لي الإزاز، فطبعا عملت لهم كده وقمت قافل الإزاز بتاعي وبصيت قدامي عشان ما يقعدش بقى يتلموا عليا. وبعدين بضرب بعيني كده، الولد شكله حلو قوي قوي، وشه جميل جميل. فناديت له، فتحت الإزاز، قلت له انت اسمك ايه؟ قال لي انا اسمي ربيع. قلت له انت عندك كم سنه؟ قال لي عندي 11 سنه. قلت له ابوك وامك فين؟ قال لي ساكنين هنا في المنظره. قلت له انت كم اخ؟ قال لي احنا 10 اولاد. قلت له عايشين فين؟ قال لي عايشين في اوضتين. قلت له بتناموا ازاي؟ قال لي كلنا بننام فوق بعض. قلت له انت اتمسكت قبل كده؟ قال لي انا اتمسكت مرتين. قلت له قعدت قد ايه في القسم؟ قال لي كل مره مش اقل من 6 ساعات. قلت له ايه اللي في وشك ده؟ قال لي دي مطوه، مره كنت واحد اداني فلوس كتير 10 جنيه، فجي واحد بمطوه ضربني وخد مني 10 جنيه. قلت له انت بتعرف تقرا وتكتب؟ قال لي انا كنت في المدرسه وامي طلعتني عشان تسرحني اشتغل قدام العربيات. قلت له ربيع لو انا اديت لك فلوس
تعمل بيها ايه؟ قال اتعلم. انا نفسي اقرا واكتب، انا نفسي اتعلم. اخوانا شايفين الشكور عمل معاكم ايه؟ احمدوا ربنا، ده انتوا اكرمكم كتير قوي. قلت له يا ربيع، لو انا اديت لك فلوس كتير اضمن منين انك ما تعملش اللي انت بتعمله ده وانك تتعلم؟ قال لي كلمه وجعتني قوي، قال لي الضمانه الوحيده انك لما تيجي المره الجايه ما تلاقينيش واقف هنا. ف انا يعني كنت متماسك قدامه بالعافيه لانه حلو قوي، شكله حلو قوي. فانا ورايا واحد، قبل ما انا اطلع فلوس كان الشاب اللي ورايا هو مش مصري، قام مطلع 200 جنيه وقام رميها لي في ايدي بسرعه عشان قبل ما انا افكر ان انا اطلع فلوس يبقى هو اللي دفع. قلت له يا ربيع انا هديك دي، وانا مش عارف انت هتصدق معايا ولا لا، بس ادي دي لامك وقول لها فلان الفلاني بيقول لك لازم اتعلم. احنا مشينا، بس الولد اللي ورايا ده ربنا فتح عليه بعمر الارض. انا بربط يا اخوانا، الولد اللي ورايا ده النهارده في المدينه المنوره، وكان بعيد كل البعد او مش في دماغه. الشكور الشكور الشكور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اني داع فامين. يا رب يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا من تسمعنا الان وترانا، يا عظيم يا عظيم، يا شكور يا شكور يا شكور يا شكور، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، تعطي بغير حساب، خزائنك ملء السماوات والارض، انت الجواد، انت الكريم، انت العظيم، انت الحي القيوم، عليم بذات الصدور، تعلم ما نفعل وتطلع على القلوب وتعلم صدق النوايا. يا شكور يا شكور، يا من تفضلت قبل الشكر بالمغفرة، يا من تفضلت قبل الشكر بالمغفرة، كنا نخاف ألا تشكرنا لكثرة ذنوبنا، فإذا بك غفور شكور. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي لم يحوجنا، الحمد لله الذي علمنا، الحمد لله الذي رزقنا أبوين يعيننا على العلم. اللهم لك الحمد أن رزقتنا، كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد، كنا أذلاء فعززتنا فلك الحمد، كنا فقراء فأغنيتنا وأغنيت أبائنا وأمهاتنا فلك الحمد. لك الحمد لك الحمد لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم لا نغادر المسجد الليل إلا وقد غفرت لنا وتبت علينا وهديتنا ورحمتنا. اللهم اكتبنا جميعا ومن يسمعنا الآن رفقاء النبي في الجنة يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، من على كل من في المسجد بعمرة قريبة، اللهم من على كل من في المسجد بعمرة هذا العام، لا تحرمنا من عمرة هذا العام، من على أهل المسجد بحجة بحجة العام القادم يا رب العالمين. اللهم إننا بين يديك ونتذلل إليك ونرجوك يا رب، سنجتهد الأسبوع القادم ونفعل الخير الكثير، وأنت الشكور وأنت الشكور، وأنت الغفور، وأنت الرحيم، وأنت الودود، يا ودود يا شكور يا ذا الجلال والإكرام. اجعل شكرك لنا جنة الفردوس، اجعل شكرك لنا جنة الفردوس،
اجعل شكرك لنا جنة الفردوس، اعتقنا من النار، ارحمنا، اغفر لنا يا رب، اجعل شكرك لنا حلاوة الإيمان، حلاوة القرآن، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، حببنا في القرآن، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، ارحمنا عند الممات، ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، اهدي أولادنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، ارحمهم، اغفر لهم، ارض عنهم يا رب، كل من من مسجد شباب وبنات ارزقهم زوجات صالحات وأزواج صالحين يا رب، كل من في المسجد كبار وشباب ونساء وسع رزقنا الأسبوع القادم، ارزقنا مالا كثيرا حلالا طيبا نستغني به عن الناس، أغننا عن عبادك برزقك، وسع علينا يا واسع، وسع علينا يا غفور، اغفر لنا يا حليم، كن بنا حليما يا واسع، يا صبور يا كريم يا عظيم، اكتبنا من أهل الجنة واغفر لنا أجمعين، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا. أنا الأسبوع الجاي في العمرة، أنا الأسبوع اللي جاي حكون في العمرة، وفي معرض في القاعة الجانبية لملابس عاملاها مجموعة من نساء المسجد، يا ريت